Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات، بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دعاء ديبو. Let's begin. Unit 7, my body, exercise 1, listen and repeat. What's this? It's your hand. Is it a mouse? Yes, it is. This is my eye. This is my ear. Is it your hand? No, it isn't. It's my nose. It's a foot. بعيد مع الترجمة. My body هو جسدي. What's this? ما هذا؟ وعم بيأشر له على إيده وعم بيقول له What's this? شو هاي؟ عم تقول له It's your hand. إنها يدك. Your hand. يدك. Is it a mouse? هل هذا فم؟ Yes, it is. نعم إنه كذلك. This is my eye. هاي عيني. This is my ear. هذا أو هذه أذني. Is it your hand? هل هذه هي يدك؟ No, it isn't. لا ليست كذلك. It's my nose. إنه أنفي. It's a foot. إنها قدم. Exercise number two. كمان هون عندي استماع وبدي يكون نشاط صفي. Listen, point and say. بدي كمان هون استمع وأشر بإيدي وبدي أقول الكلمة اللي عم تجي بالصوت. يعني مثلا إذا إجا بالصوت hand بدنا نأشر على hand ونقول hand 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 يعني يد. أوكي. Exercise number three. Ask and answer. سؤال وجواب. هون المحادثة. Is it a nose? No, it isn't. It's a hand. Exercise four. Listen and sing. بدنا هون نسمع ونقول الأغنية. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. طبعا هي بتكون بالصوت وبتكون في صوت أحلى من هيك مع موسيقى. أوكي. Exercise number five. Let's play. هون بدنا نلعب. يعني مثلا إذا قلت لك أنا أو قلت لابني touch your nose بده يلق أنفه. Touch your eye إنه بده يلق عينه. Touch your hand بده يلمس إيده. Touch your foot بده يلمس قدم رجله وهكذا. Exercise number six. Listen to the sound and the word. Repeat them. كمان أنا في عندي الحرف C أو بنقول له كي مثل كلمة carrot. يلي هو جزرة. كمان هون listening. كمان استماع. بده يكون نشاط صفي الرقم ستة. أما unit 7 فهل دربت find a carrot. كمان هون أنا بدي ساعد الأرنب. طبعا هاد بده يشتغل عليه. يعني بده يشتغل عليه الولد. أما بيأشر بإيده أو بقلم رصاص أنه كيف بدنا نساعد هذا الربت أو الأرنب لحتى يوصل على الجزرة. Welcome to the activity book unit 7. My body exercise 1. Listen and Tick the body parts. مثل ما نكون شايفين هذا مقطع صوتي نشاط صفي. يعني ابدا ما بيكون ابدا على البيت ابدا ابدا. يعني بدي استمع وبدي حط تيك عند الجزء يلي حكينا فيه من الجسد. يعني انتبهوا من الجسد. فشوفوا شو رح اقول مثلا انا اي ولا فوت ولا ماوس حسب. طبعا هون اللي بدها تشرح الانسه هيك شيء وتقول للطفل انه حط تيك محل الكلمه اللي بتسمعها. اوكي. الاكسرسايز نمبر 2 لوك اند تيك. كمان هون انا بدي اطلع وبدي احط صح. يعني مثلا وين انا في عندي بالنمبر 1 في عندي اي. وين عندي اي باي صوره؟ بدي احط تيك. 2 في عندي ماوث. وين صوره الماوث؟ بدي احط تيك. 3 نوز. وين النوز؟ كمان بدي احط تيك عنده. سهل كثير وما بده شيء. اكسرسايز نمبر 3. كمان اكسرسايز نمبر 3 هو عباره عن تمرين صفي. لا يمكن يروح على البيت ابدا تحت اي طائل. بده يسمع الولد صوت وبده يحل. فانتبهوا نمبر 1 عم بيقول is it a hand. شو الجواب يلي لازم يكون؟ yes it is ولا no it isn't. 2 is it a foot. هل هي قدم؟ yes it is or no it isn't. حسب ما بيسمع بده يكون في الحل. اوكي. انا بدي وجهه للطفل انه ضع دائره على الجواب الصح. انت شو عم تسمع؟ الاكسرسايز نمبر 4 ليتس بلاي اند جيس. هون كمان بدي العب وبدي حذر حزوره. از ات هاند. هلا اذا از ات هاند انه هل هي هي يد؟ شو بنقول؟ يس ات از ولا نو ات ازنت. انتبهوا هون انا بدي العب لعبه بدي احذر حزوره. از ات فوت انه هل هذه قدم؟ طبعا انه انتبهوا انه شو ممكن يكون
حسب التمرين هذا، يعني بدنا نعمل لعبة يعني على اليوم، بدنا نحزر حزورة. exercise number 5 تريس دينكوبي، نفس الشيء حكينا بالأحرف الكابيتال والسمول كيف لازم نعلمهم بقلم رصاص، وبعدين بدنا نرجع ننسخهم مرة ثانية. exercise number 6 circle the letter C. بنقول له سي، لكن هون بدي الفظه كي، وين جاي كي؟ فأنا بدي أحط دائرة على هذا الحرف، مثل مثلا كار، كا كا كا، كات، كا كا كا. فأنا وين في حرف الكي أو السي بدي أحط له دائرة، أوكي؟ وطبعا ضروري ننبه إنه هذا الحرف بنقول سي وبنقول له كي.